حل أسئلة كتاب الامتحان على التدريب الأول ثورة مصر القومية 1919. هو التدريب الأول من الفصل الرابع تاريخ للصف الثالث الثانوي. نبدأ مع بعض التدريب الأول منه. بيقول: يرجع ولاء مصر قبل الحرب العالمية الأولى للسلطان العثماني. مصر كانت خاضعة للسلطان العثماني إلى عدة روابط، روابط سياسية ولا اقتصادية ولا جغرافية ولا دينية. طبعا قبل الحرب العالمية كانت الروابط دينية. ليه؟ لأن قبل الحرب العالمية كانت تحت الاحتلال الإنجليزي. مصر تحت الاحتلال الإنجليزي من 1881. مصر هتخش الحرب العالمية سنة 1914، يعني فيه يجي 40 سنة مصر تحت الحكم الإنجليزي. أمال هي كانت خاضعة للسلطان العثماني في روابط إيه؟ روابط دينية، سياسية ما تنفعش. تمام؟ السؤال الثاني: ترتب على دخول تركيا الحرب العالمية. تركيا هنا متمثلة في ايه؟ تركيا هنا متمثلة في السلطان العثماني. طيب تركيا دخلت ضد انجلترا، يبقى ترتب على ايه؟ تغيير اوضاع السياسية في مصر. طبعا تغيير اوضاع السياسية في مصر، لان انجلترا هتبقى ضد الدولة العثمانية المتمثلة في تركيا. السؤال الثالث: يمكن اعتبار الدافع الرئيسي لمنح انجلترا لقب السلطان الى حاكم مصر حسين كامل. هي خلته حسين كامل ده اديته لقب السلطان ليه؟ علشان تفرس يعني الدولة العثمانية، ولا التمهيد لإعلان الحماية البريطانية على مصر، ولا تقدير دور حسين كامل في مساعدة انجلترا، ولا تدعيم حسين كامل في سيطرته على مصر. طبعا انجلترا عملت كده علشان يبقى فيه نكاية في الدولة العثمانية، عشان تفرس الدولة العثمانية، علشان السلطان ده اللقب ده هو اللي كان بيديه السلطان العثماني. لكن لما تديه انجلترا لحسين كامل هيبقى فيه عداء ما بين دولة انجلترا، خاصة في سنة 1914 اللي هي سنة الحرب العالمية. تمام؟ يبقى فيه عداء ما بينهم من الدولة العثمانية. السؤال الرابع: تبلورت الحركة الوطنية حول فكرة القومية. طيب يعني الشعب هيبقى ايد واحد بعد الحرب، نتيجة ايه؟ نتيجة ان مصر ما خدتش استقلالها. يبقى بسبب اعلان مبدأ حق تقرير المصير، يعني المبدأ كان قبل الحرب، ولا انتصار دول الوفاق على الدولة العثمانية اللي هم انجلترا وفرنسا يعني، ولا معاناة المصريين اثناء الحرب، ولا استبداد انجلترا بالحركة الوطنية. طبعا هي هتبقى اخر لا هتبقى رقم ب. ليه؟ لان انتصار دول الوفاق على الدولة العثمانية ادى الى ان مصر ان ما يعني مصر ما خدش استقلالها. طيب استبداد انجلترا بالحركة الوطنية، استبداد يعني معاقبة، المعاقبة. طيب هو هنا بيتكلم ايه؟ هو هنا بيتكلم على تبلور فكرة الحركة الوطنية حول الفكرة القومية. هي ايه الفكرة القومية؟ الفكرة القومية هنا بعد الحرب اللي هم عايزين ياخدوا استقلالهم. طيب بعد الحرب على طول هي انجلترا استخدمت استبداد، عملت استبداد مع الحركة الوطنية؟ لا، ما عملش استبداد. امال ايه النتيجة الحرب؟ هو انتصار انجلترا على الدولة العثمانية، ديت نتيجة الحرب. طب الحركة الوطنية ايه فكرة، ايه الفكرة بقى بتاعت الحركة الوطنية؟ الحركة الوطنية اصلا هي كانت عايزة دول الوفاق تكسب، اللي هما انجلترا وفرنسا اللي هما دول المحور على الدولة العثمانية. ليه؟ عشان ياخدوا تقرير مصيرهم. فكانت بعد الحرب على طول الفكرة القومية هي هم عايزين اصلا انجلترا تكسب، فهيبقى انتصار دول الوفاق على العثمانيين، ديت هي كانت الفكرة الرئيسية علشان ياخدوا استقلالهم. تمام؟ الأخيرة ما تنفعش، لأن ديت ما قالش انجلترا عملت ايه مع الحركة الوطنية، او نتيجة مثلا مؤتمر باريس. تمام؟ او الممارسة العنيفة اللي عملها السير وينجت. تمام؟ فهيبقى تختار الإجابة رقم ب، انتصار دول الوفاق على الدولة العثمانية. سؤال رقم 5: استفادت بعض فئات الشعب المصري من وجود الاحتلال الإنجليزي، ولكن تبدلت أحوالهم أثناء الحرب العالمية الأولى نتيجة قيام سلطات الاحتلال بإيه؟ في فئات من الشعب استفادت من وجود الاحتلال، اللي هم فئة الأعيان مثلا. طيب تبدلت حالهم بعد الحرب العالمية الأولى نتيجة إيه؟ نتيجة إلغاء قانون العمدة، ولا رفع أسعار الحبوب، ولا مصادرة مواشي الفلاحين، ولا الاستيلاء على الأقطان؟ طبعا نتيجة الاستيلاء على الأقطان.
بدأوا يستولوا على المحاصيل، حتى ملاك الأراضي الزراعية اللي هم الأعيان ما بقوش لهم الحق اللي هم يتحكموا في المحصول بتاعهم، بقت إنجلترا تاخده منهم. فده الفئة ديت مش تبقى مستفادة برضو بعد الحرب. السؤال رقم 6، عملت الاحتلال الإنجليزي على وقف حرية التعبير عند المصريين، فقاموا بإيه؟ المصريين كانوا بيعبروا من ايه؟ كانوا بيعبروا من خلال الصحف والمجلات وغيره. طيب انجلترا هتحظر الحاجات دي من خلال اعلان الحماية على انجلترا، ولا فرض الاحكام العرفية، ولا الغاء مجلس النيابة، ولا عزل عباس حلمي؟ لا، وطبعا كل ده هيبقى نتيجة ان انجلترا فرضت الاحكام العرفية، يعني فرضت قانون الطوارئ، وبالتالي هيبقى توقف حرية التعبير عند المصريين. مش هيبقوا مش من حقهم اللي هم يمشوا في الشارع من الساعة كذا، مش من حقهم اللي هم يتجمعوا، يبقى نتيجة فرض الأحكام العرفية. السؤال رقم 7، اتخذت بريطانيا إجراءات مقيدة للسلطة التشريعية. السلطة التشريعية هنا متمثلة في إيه؟ متمثلة في مجلس النواب أو في الدستور اللي هم اللي القوانين بمصر أثناء الحرب العالمية الأولى. تمثلت في إيه؟ في اعلان الحمايه البريطانيه، لا، منع النواب من ممارسه عملهم. هي دي السلطه الشرعيه كانت مقيده ليه؟ لانهم هم منعوا من النواب من ممارسه عملهم داخل المجلس. السؤال الثاني، ارتبط رغبه المصريين في تحقيق استقلالهم خلال الحرب العالميه الاولى. المصريين فكره اللي هم عايزين يدخلوا الحرب علشان ياخدوا استقلالهم، عايزين يكسبوا الحرب بإلغاء إنجلترا السيادة العثمانية، ولا سقوط فكرة الجامعة الإسلامية، ولا سيادة سياسات بعض الدول الكبرى، ولا عقد مؤتمر. طب فكرة إن مصر تاخد استقلالها هي نتيجة مبدأ حق تقرير المصير اللي عمله الرئيس الأمريكي ويلسون، فهيبقى نتيجة سياسات بعض الدول الأوروبية الكبرى. السؤال رقم 9، كان الهدف الدفين وراء اعلان الرئيس الامريكي ويلسون مبدأ حي تقرير المصير وتأليف أزمة الامم، هو ان عايز شعوب علشان تخش معاها الحرب، ولا عايز يديلهم استقلال، ولا عايز يديلهم حاجة، يبقى خدمة قضايا شعوب العالم، ولا اضعاف الموقف الدولي لدول الوسط، ولا حل النزاعات الدولية سلميا، ولا احترام قواعد الكون الدولي. طبعا المبدأ ده ادى الى اضعاف موقف الدول اللي هي اللي خضع للاحتلال، اللي هي الدولي لدول الوسط، اللي هم الدول اللي على الحياد، اللي هم محتلين. تمام. طيب السؤال رقم 10، ترتب على هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى بجانب دول الوسط، يعني مصر، الدول اللي كانت خاضعة للحكم العثماني، الدول الوسط دي يعني مثلا ارض ناس مثلا زي فلسطين والعراق واللي هم بلاد الشام دي كلها كانت خاضعه للدوله العثمانيه. تمام. الدوله العثمانيه دخلت الحرب العالميه الاولى ضد انجلترا، فمين اللي كسب الحرب؟ اللي كسب الحرب انجلترا. فكل ده، كل الاراضي اللي كانت بتحتلها خارج سيادتها، يعني خارج تركيا، بقت من حق الدول اللي هي منتصره اللي هم انجلترا وفرنسا وغيرهم. طيب ترتب على السياسة دي ايه؟ تغيير وضع السياسي، اعلان الرابطة الوطنية، ولا بدء المفاوضات مع بريطانيا، ولا اعلان بريطانيا الاحكام العرفية. طبعا ترتب على ده ان انجلترا بدأت في اعلاء الروابط الوطنية في الدول دي علشان تصور ضد الدولة العثمانية، علشان تبقى معها. يعني السؤال رقم 11، رفض المندوب السامي البريطاني في أعقاب الحرب العالمية الأولى سفر الزعيم سعد زغلول ورفاقه إلى إنجلترا بحجة إيه؟ طبعا ورفض بحجة ظروف الحرب العالمية، لا، ولا اضطراب الأوضاع السياسية، لا، ولا عدم امتلاك الوفد الصفة القانونية. طبعا ورفض لأن بيقول لهم هم انتوا مين أصلا؟ مين من الشعب فوتكم؟ يبقى نتيجة عدم امتلاك الوفد الصفة القانونية. فعمل سعد زغلول بعد كده على جميع التوكيلات علشان يقدر اللي هو يسافر. السؤال رقم 12، أصبح الشعب المصري غير ملزم بقبول السيادة العثمانية أوائل القرن العشرين، يعني في بداية 1900، بسبب إيه؟ طبعا بسبب الاحتلال الإنجليزي، بسبب هزيمة دول الوسط، ولا سقوط فكرة القومية، ولا
اعلان الحمايه البريطانيه على مصر، ولا اعلان ويلسون مبدا حق تقرير؟ طبعا تبقى الاجابه نتيجه هزيمه دول الوسط، اللي هم دول الدوله العثمانيه انهزمت في الحرب، واللي معاها يبقى اصبح الشعب غير ملتزم بقانون الدوله العثمانيه، لان الدوله اصلا العثمانيه خسرت. السؤال رقم 13، قرر سعد زغلول تأليف هيئة الوفد المصري وجميع التوكيلات من الأمة المصرية بسبب ايه؟ لأن السير وينج اترفض، لأن انجلترا مش عايزة تسمح له اللي هو يسافر لباريس. يبقى بسبب التعنت الإنجليزي في قبول طلب المصريين، ولا رغبته في تكوين جبهة وطنية، ولا تعطيل الإنجليز الحياة النيابية، ولا استبداد انجلترا في مصر؟ طبعا هيبقى الإجابة أول واحدة التعنت، يعني رفض انجلترا قبول المطالب المصرية والسماح لهم للسفر لباريس. سؤال رقم 14، يدل قرار سعد زغلول بتأليف هيئة الوفد المصري ايه القرار ده؟ بناء على ايه؟ بناء على مماطلة انجلترا في انهاء الحماية. هم اصلا ما كانش فيه لسه، ده الوفد المصري لسه هيسافر، ولا سعي الدول الكبرى لتحقيق مبدأ ويلسون، ولا ثقة المصريين في مبدأ ويلسون؟ طبعا سعد زغلول عايز يسافر وعايز يعمل وفد وجمع توكيلات، علشان هو عايز حقيقة تقرير المصير، عايز استقلال. يبقى كان بيثق المصريين في مبدأ ويلسون، ما كانش يعرف اللي فيها. سؤال رقم 15، اصبح الوفد المصري متمثلا قانونيا للأمة المصرية في نهاية العقد الثاني من القرن العشرين، يعني في النص الثاني، بموجب ايه؟ بموجب مقابلة الوفد من زعماء مصر للسير وينجت، ولا تأليف سعد زغلول لهيئة وفدية، ولا القرار بجمع التوكيلات من الأمة، ولا تفويض الشعب من فئات مختلفة؟ طبعا كل ده نتيجة التفويض الشعب اللي الشعب فوضهم من كل طبقات المجتمع، فأصبح الوفد هم الممثل القانوني. ازاي بقى معاهم حجة قانونية؟ من خلال التوكيلات، من خلال لأن الشعب فوضهم من كل فئاته. السؤال رقم 16، تجمعت عدة عوامل أدت إلى اندلاع ثورة الشعب المصري 1919. في عوامل كتير، منها إيه؟ منها سياسة الاحتلال الإنجليزي تجاه قيادة الحركة الوطنية، يعني اتجاه سعد زغلول، ولا دعم الدول العظمى لاستقلال مصر الفعلي، ولا نجاح سعد زغلول في تشكيل حزب يضم المصريين، ولا رفض الاحتلال تمثيل مصر في عصبة الأمم؟ ايه العوامل اللي ادت الى شعب عمل يعمل ثورة؟ طبعا هي اهم حاجة، اول واحدة اللي هي سياسة الاحتلال اتجاه الحركة الوطنية، اللي هو عامل سعد زغلول معاملة سيئة، رجع من الوفد من انجلترا بعد ما خدش استقلال، فبدأ الشعب يعمل ثورات، يبقى بدأوا يعملوا ثورات من القمع او طريق من القمع علشان يحجمهم سياسة الاحتلال ضد الحركة الوطنية. سؤال رقم 17، قامت انجلترا بنفي اعضاء الوفد الى جزيرة مالطا، ديت تبقى اول حاجة، نتيجة افشال جمع التوكيلات، ولا القضاء على فكرة الجامعة المصرية، ولا منع الوفد من السفر لمؤتمر الصلح، ولا الحصول على اعترافات الشعب بالحماية؟ طبعا كل ده نتيجة القضاء على فكرة الجامعة المصرية، هم قبضوا عليه وعايزين ينفوه، لانهم عايزين يقضوا على فكرة الجامعة المصرية او الوحدة المصرية اللي كانت موجودة. السؤال رقم 18، كانت ثورة 1919 ثورة شعبية شاملة، نتيجة ايه؟ شاملة يعني كل فئات المجتمع، مسلم ومسيحي، كبير وصغير، يبقى مشاركة فلاح الاقاليم فيها، ولا استبداد انجلترا، ولا فكرة ظهور الدولة الحديثة، ولا ايه؟ ثورة شاملة، يبقى نتيجة، هنا بيقول لك ثورة شاملة، شاملة نتيجة ايه؟ وهنا عايز النتيجة، الثورة ديت كانت سببها ايه؟ ليه الناس ديت، حط خط تحت نتيجة، ليه الناس ديت شاركت في الثورة دي؟ هو قال بسبب او ممكن نختار اول واحدة اللي هو مشاركة الفلاحين، لكن هو عايز كل ده كان العامل الرئيسي في ايه؟ طبعا العامل الرئيسي في انجلترا، استبداد انجلترا اثناء الحرب العالمية الاولى، يبقى اختار استبداد انجلترا. ناس كتير هتروح تختار الاجابة اللي هي رقم الف، رقم الف غلط، لازم نختار هنا الباء علشان كلمة نتيجة.
السؤال رقم 19، تأثر وضع القوات البريطانية في مصر أثناء ثورة 19 عندما إيه؟ شعب مصر عمل ثورة ضد الإنجليز نتيجة اتخاذ الثورة علما الهلال والصليب، ولا تبادل رجال الدين الخطابات، ولا قطع الفلاحون خطوط السكة الحديدية، ولا تعطيل حركة المواصلات؟ هي تبقى رقم جيم يا رقم باء، لكن الأكثر قوة هي قطع الفلاحين خطوط السكة الحديد، علشان كده بدأ الوضع لإنجلترا يسوء نتيجة الفلاحين قطعهم خطوط سكة الحديد. سؤال رقم 20، اتضحت مظاهر المقاومة الإيجابية المصرية، المصريين عملوا مقاومة إيجابية ضد الاحتلال الإنجليزي خلال الثورة من خلال إيه؟ إعلان الاستقلال بعد المدن، ولا مقاطعة الشعب منر، ولا إيه؟ طبعا المقاومة الإيجابية نتيجة استقلال بعض المدن، بدأوا من اللي هم يقتلهم الحكام الإنجليزي اللي عندهم، يعملوا استقلال في المدن الصغيرة ديت. سؤال رقم 21، تميزت الأمة المصرية عن بقية الأقطار العربية في النصف الأول من القرن العشرين. مصر تميزت عن تونس والجزائر والمغرب وليبيا اللي كانوا خاضعين برضو للاحتلال بإيه؟ بمحاربة الاستعمار بكل صور وأشكاله، ولا التمسك بفكرة الجامعة الإسلامية، ولا البعد عن العصبية الدينية والمذهبية، ولا استخدام أسلوب المقاومة السلمية؟ طبعا مصر اتميزت اللي هي كانت ما عندهاش او كانت بعيدة عن العصبية الدينية والمذهبية، مسلم مع مسيحي بيقاوموا من الاحتلال، ما بيقولوش مثلا ده واحد انجليزي مسيحي زيي، لا، اهم حاجة فكرة الوطنية، مفيش عصبية ما بين مسلم ومسيحي داخل مصر، احنا كلنا مصريين. صورة رقم 22، عدد بعض التنظيمات السرية في الظهور مرة أخرى للمواجهة. يعني هي هنا بيقول لك الجمعيات يعني الاغتيالية، تمام. أثناء ثورة نتيجة ايه؟ نتيجة رفض اللي هم يسافروا، ولا اضطراب الموظفين على العمل، ولا فشل مهمة الوفد المصري في باريس، ولا بطش القوات الإنجليزية؟ طبعا كل ده نتيجة ان القوات الإنجليزية كانت بطش القوات الإنجليزية للمصريين اللي هم استخدموا أساليب عنيفة، فعملوا الجمعيات الاغتيالية ديت نتيجة السياسة العنيفة التي اتبعتها انجلترا. سؤال رقم 23، الفرمان 1866 اللي هم في نظام الحكم، وضح في دور عبارة حدد أول الحكام الذي تولى حكم مصر بخلاف ما نص عليه هذا الفرمان، من الحاكم اللي اتعين خلال الفرمان اللي هو النظام وراثي، مين هو الحاكم؟ طبعا الحاكم هو اللي اتعين اللي عينته انجلترا وخليته سلطان سنة 1914، هو السلطان حسين كامل. سؤال رقم 24، غير الشعب المصري اسلوب مقاومته ضد الاحتلال خلال ثورة 1919، فقررت بريطانيا ايه؟ طبعا بريطانيا قررت اقامة جبهة مضادة في باريس ضد اهداف مصر. ليه؟ هنا بيقول لك الشعب غير اسلوب مقاومته ضد الاحتلال اللي هم هو كان بيستخدم اسلوب ايه؟ كان قبل كده كان بيستخدم اللي هو كان بيعتمد على فرنسا وغيرها وما كانش بيستخدم العنف، لكن بعد ثورة 19 بدأ المصريين يستخدموا العنف. انجلترا اعتمدت على ايه؟ اعتمدت على اقامة جبهة مضادة بعد الاتفاق الودي مع فرنسا ضد اهداف مصر. صورة رقم 25، ظل سعد زغلول في باريس بعد اقرار مؤتمر الصلح اللي وضع مصر تحت الانتداب البريطاني بهدف مخاطبة الايهات التشريعية ولا الاعلامية ولا النقابية ولا القضائية. طبعا عايز يخاطب السلطات والهيئات اللي هناك التشريعية المتمثلة في مؤتمر الصلح، ومؤتمر الصلح ده اللي في اوروبا ديت الهيئات التشريعية اللي بتنص على الديمقراطية والحريات واللي بتعمل القوانين، فهو فضل هناك علشان يخاطب السلطة التشريعية المتمثلة في أعضاء مجلس النواب الأوروبي. 26، تمثل النقد الذي وجهه لسعد زغلول حين ظل في أوروبا رغم اعتراف مؤتمر الصلح بالحماية البريطانية في إيه؟ سبب ترك الشعب المصري في مواجهة لجنة منر، ولا اعتماده على الجانب اللي على الأجانب في دعم الاستقلال مصر؟ طبعا هو فضل هناك علشان يخلي الأجانب تدعم استقلال مصر. 27، يدل فشل لجنة منر
في مصر 1919 على أهمية إيه؟ طبعا تقرير الزعامة الشعبية ولا نمو الوعي السياسي ولا إيه؟ ليه الشعب مرضاش يتفاوض مع أمير النار؟ يبقى بسبب نمو الوعي السياسي، المصريين بقى عندهم وعي سياسي. صورة رقم 28، تشابه كفاح سعد زغلول مع كفاح مصطفى كامل ضد الاحتلال الإنجليزي. الاتنين تشابهوا مع بعض في إيه؟ التسويق والتفاهم مع السلطة العثمانية. لأ، سعد زغلول ملوش دعوة بالسلطة العثمانية. التنسيق والتفاهم مع السلطة التشريعية، لا برضو. الحصول على تفويض شعبي لمواجهة مصطفى كامل ما كانش معاه ظهير شعبي اللي هو عملوا له توكيلات، ولا الاتصالات بالدول الأوروبية. طبعا الاتنين اتصلوا، ده لما راح باريس وده لما راح باريس، يبقى بتشابهم في الاتصالات بالدول الأوروبية لدعم استقلال مصر. صورة رقم 29، يرجع سقوط الحكم الظاهري العثماني في مصر، هو إعلان الحرب العالمية الأولى. يبقى بسبب الحكم الظاهري سقط نتيجة إعلان الحماية البريطانية على مصر، اللي هما إنجلترا احتلت مصر. السؤال رقم 30، ظهور دور الشعب المصري مساندا لسعد زغلول منذ عام 1800 اللي هو عمل التوكيلات. يعني في ضوء بدأت المفاوضات المصرية البريطانية كنتيجة مباشرة لإيه؟ طبعا كنتيجة مباشرة إن مصر دخلت الحرب العالمية. يبقى بدأت المفاوضات المصرية كنتيجة ايه؟ المفاوضات المصرية البريطانية اللي هي مفاوضات سعد منر ومفاوضات سعد كيرزون ومفاوضات مش عارف ايه. طيب يبقى نتيجة جمع التوكيلات ولا اتباع نظام المقاومة ولا فشل لجنة منر في تحقيق اهدافها ولا اشتعال الثورة؟ طبعا المفاوضات دي كلها تبقى نتيجة فشل لجنة منر. بدأ يبقى في مفاوضات مصرية بريطانية مع سعد زغلول بعد فشل لجنة منر في تحقيق هدفها. الصورة رقم 31، بيقول تباين، يعني اختلفت هدف الحركة الوطنية بقيادة سعد زغلول عن هدفها بقيادة محمد فريد. بسبب ايه؟ بسبب علاقة مصر بالدولة العثمانية ولا الموقف من الاحتلال؟ طبعا محمد فريد كان على صلة بالسلطان العثماني، لكن سعد زغلول ما كانش على صلة بالسلطان العثماني. طيب السؤال رقم 32، في ضوء النص المقابل، بيقول جاء في حوار الوفد المصري مع وينجت قال له علي الشعراوي: نحن نريد صداقة الحر للحر لا الحر للعبيد. فجاء رد وينجت: فأنتم تريدون الاستقلال إذن؟ فرد سعد زغلول: نحن له أهل، يعني نحن أهل الاستقلال. ترتب على هذه المقولة مقابلة سعد زغلول ورفقائه للسير وينجت إيه؟ نفي سعد زغلول ورفاقه إلى مالطا، ولا إعلان إنجلترا إلغاء الحماية على مصر، ولا سفر الوفد إلى باريس، ولا ظهور حركة التوكيلات؟ طبعا نتيجة للحركة ديت بدأ يظهر فكرة حركة جمع التوكيلات، عشان بيقول لهم انتوا مين، انتم اصلا مين موكلكم؟ يبقى ظهر نتيجة الحركة ديت جمع التوكيلات. صورة رقم 33، أكدت أحداث ثورة 19 فشل سياسة المستشار الإنجليزي دينلوب في مصر من خلال إيه؟ المستشار الإنجليزي اللي كان موجود في مصر فشل نتيجة إيه؟ نتيجة امتداد الثورة في القاهرة وأقاليمة، ولا مشاركة طلبة المدارس والجامعة بالثورة؟ طبعا دي بقى نتيجة فشل الراجل ده فشل، لأن الثورة حتى طلبة المدارس والجامعات بدأوا يشاركوا في الثورة، وكده فشل المستشار الإنجليزي اللي هو يحجم ويسيطر على مصر. صورة رقم 34، يرجع تغيير الإنجليزي لاستراتيجيتهم في التعامل مع الصريين أثناء الثورة، اللي هم بدأوا يطبطبوا عليهم بعد ما كانوا في الأول استخدموا العنف، وبعد كده بدأوا يستخدموا أسلوب تاني اللي هو المفاوضات. نتيجة استمرار الثورة المسلحة، يعني المصريين بدأوا يستخدموا السلاح أكتر، ولا مخاطبة سعد زغلول للبرلمانات الأوروبية، ولا المعارضة الدولية السياسية انجلترا في مصر، ولا تعديل الشعب؟ طبعا كل ده هيبقى نتيجة تعديل الشعب المصري لأسلوب النضال. المصريين بدأوا يستخدمهم الأساليب الأساليب التانية، بدأوا يستخدموا في الأول يستخدموا العنف، بعد كده برضو يستخدموا المفاوضات مع الإنجليز. يبقى بدأت انجلترا غيرت أسلوبها في الاستراتيجية. مصر بدأت تعمل عمليات سرية واغتيالية أثناء الثورة، بدأت بعض العمليات اللي هي بتختال عدد كبير من الإنجليز، عشان كده بدأت انجلترا
تغير استراتيجيتها وتوصل لحل سلمي، لان لقيت نفسها عماله تخسر جنود كتيره جدا نتيجه للعمليات السريه دي، يبقى بسبب تعديل الشعب المصري اسلوب النضال. المصري بدا يختال الانجليز بالليل، مصري ما عملش ثوره مسلحه، ثوره مسلحه يعني في العلن في الصبح، تمام؟ انما تعديل الشعب المصري اسلوب النضال بدا يعمل حاجات تانيه مغيره، اللي هي المقصود بها العمليات الليليه. الصورة رقم 35، أرسلت بريطانيا لمصر لتنفيذ مهمة سياسية. ده لورد مينر، تمام؟ تعكس الصورة الأثر إيه؟ أثر الاعتماد على السلطة التشريعية ولا الدور القيادي للحركة الوطنية في خارج البلاد، ولا استقلال أول وزارة برلمانية دستورية، ولا بداية المفاوضات في الحقبة الليبرالية؟ طبعا كل ده له أثر على الدور القيادي للحركة الوطنية خارج البتاع. ليه الحركة دي فشلت؟ بقول لك فشلت. ليه فشلت؟ يبقى نتيجة الدور القيادي للحركة الوطنية في خارج البلاد، فبعتوا لنا منار علشان يهدي الوضع داخل مصر. الأسئلة المقالية هنحلها مع بعض على السريع. العلاقة بين نتائج الحرب العالمية الأولى وظهور فكرة القومية. طبعا لأن أصلا فكرة القومية والاستقلال كان مبدأ حق تقرير المصير لعمل ويلسون، فكان علاقة طبيعية جدا أن المصريين يطالبوا باستقلال مصر وفكرة القومية، لأنهم كان ده حق من حقهم المكتسبة بعد الحرب. السؤال رقم الثاني، يدلل لم يكن مقاومة المصريين للإنجليز أثناء وعلى وتيرة واحدة، كانت المقاومة بتختلف. يعني في البداية بدأ المصريين يعملوا ثورة ضد الرجال البوليسية الإنجليزية، وعطلوا حركة المواصلات أثناء الثورة. بعد كده بقى ثم تحولت أسلوب المصريين إلى المقاومة السلبية، حين امتنع قوات الشعب المصري عن العمل، بدأوا اللي هم يعملوا إضراب عن العمل، وبلغ الأمر حتى الإضراب عن العمل وانقطعت المصريين البضائع الإنجليزية، وظهور الجمعيات السرية اللي هي الجمعيات الليلية في مواجهة قوات الاحتلال بالعنف والشد. يبقى عملوا إضراب، عملوا مقاطعة للسلع، كل ده أدى إلى مقاومة، تغيير أسلوب المقاومة. يعني حدد وجه الشبه والاختلاف بين كل من الاتجاه الحركة الوطنية في مصر قبل الحرب العالمية وبعدها. وجه الشبه اللي هم كانوا عايزين يتخلصوا من انجلترا قبل الحرب وبعد الحرب، تمام؟ وجه الاختلاف قبل الحرب الاولى، كانت مصر خاضعة للدولة العثمانية، لكن بعد الحرب بتاع مصر كانت خاضعة للانجليز، تمام؟ سرق، ما تقييمك لمصداقية العبارة تأثرت مصر سلبا وإيجابا بأحداث الحرب؟ مصر تأثرت سلبا بأحداث الحرب في إنها العبارة ديت صادقة. ليه تأثرت سلبا؟ اللي هي إنجلترا خدت جنود من المصريين تشارك معها إجباري، وخدت الحبوب والغلال والفلاحين، ورفعت اسعار، وفرضت ضريبة على السكر، وضريبة مش عارف على ايه. طب ديت الحاجات السلبية. طب الحاجات الايجابية هي مبدأ حي تقرير المصير، اللي هم ادوهم الامل، وتأليف عزبة الامم، ان مصر تبقى عضو في عزبة الامم، ودول المبدئيان الايجابية، لكن كل ده ما تنفس. صورة رقم 5، ماذا يحدث اذا كان المؤتمر الصلح دور ايجابيا اتجاه الحركه الوطنيه؟ كانت مصر خدت استقلالها، وكان انجلترا هتنسحب من مصر مباشره بعد الحرب العالميه الاولى، كانت هيبقى عندنا النظام الجمهوري اللي هو هيعملوا بعد كده الثوار الضباط الاحرار، بدايه من محمد نجيب وجمال عبد الناصر وانور السادات، هيبدا الدور ده، ومصر هيبقى عندها جيش قوي. طيب، أحدثت ثورة 1919 تغيير اجتماعيا خطيرا. تغيير اجتماعيا يعني طبقات المجتمع. عملت ايه في طبقات المجتمع؟ طبعا المرأة شاركت الحاجات الاجتماعية، ان المرأة شاركت في ما فيش فرق بين مسلم والمسيح. طيب، ايدت تاريخيا، حرصت الانجليز على وجود شرعية لدور الحماية. ايه هي الشرعية اللي حرصت انجلترا؟ طبعا انجلترا الشرعية اللي هي في مؤتمر الصلح خلت كل الدول الاوروبية تقول ان وضع مصر تحت الانتداب البريطاني، ديت الصفة الشرعية اللي دول العالم كلها ايدت انجلترا في بقائها في مصر.
بكده نكون حلينا أسئلة الدرس الأول من أسئلة كتاب الامتحان على الفصل الرابع، الدرس التدريب الأول من الفصل الرابع اللي هو ثورة مصر القومية 1919، وعنوان الفصل الرابع تاريخ ثالثة ثانوي اللي هي مصر بعد الحرب العالمية الأولى. يا ريت تكونوا استفدتوا حاجة، لو استفدت سؤال أو سؤالين فأنا فده حاجة كويسة أو معلومة كويسة إنك استفدت. سلام يا عزيزي، سلام. لو عندك أي نقطة حابب تستفسر عنها كلمني على الواتساب وأنا هفسرها لك. تاني حاجة، لو أنت حابب تاخد درس أونلاين كلمني وأنا هديك على برنامج الزوم، والدفع يبقى عن طريق فودافون كاش.